بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. النهارده ان شاء الله عندنا حلقه مميزه كمان، هيكون فيها يعني ضيوفي في الجزء الثاني، اثنين من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، اثنين من اللاعبين المميزين اللي احنا هنا اتكلمنا عنهم كتير، وكمان لما بيصعدوا خلال الفتره الاخيره مع الفريق الاول كمان يعني بيأدوا مساواه عاليه، واشاد بيهم مستر موسيماني، خاصه كمان في المباراه الاخيره اللي كانت اتلعبت امام لاعبي الفريق الاول وقت تجمع المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. اللاعب الاول هو احمد اشرف، لاعب شباب النادي الاهلي، وحارس مرمى النادي الاهلي احمد طارق سليمان، اثنين ما شاء الله خامات مبشره. كمان الاثنين لعبوا في منتخب مصر للشباب خلال الفتره اللي فاتت، بيقدموا مستويات رائعه في قطاع الناشئين، واحنا من هنا كمان بنقول انتظروا الاسمين دول، احمد اشرف واحمد طارق سليمان، هنكون ان شاء الله ضيوفي في الجزء الثاني، هنتكلم عن البدايات، عن الطموحات، وكمان عن الامال خلال الفتره القادمه مع النادي الاهلي. نروح بقى للفريق الاول ان شاء الله، اللي بكره بمشيئه الله هيغادر القاهره متجها الى السودان. النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا 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 يوم السبت القادم الساعه 3 امام المريخ السوداني. النادي الاهلي بكره هيسافر على متن طائره خاصه. النادي الاهلي بنتمنى له التوفيق، دايما المباريات او مباريات النادي الاهلي مع الفرق السودانيه خاصه الهلال والمريخ بيكون مباراه قويه جدا جدا جدا. شفنا السنه اللي فاتت في البطوله التاسعه، شفنا مباراه الاهلي امام الهلال السوداني، وشفنا الحضور الجماهيري الكبير، وشفنا المباراه كانت مشدوده ازاي. كل الفرق جاي لنا دلوقتي خبر عاجل حالا، اتحاد كرة السلة يؤكد على فوز النادي الأهلي بالأمس بعد انسحاب نادي الزمالك. شفنا امبارح حضور الجماهير، وفي لائحة بتنص على عدم حضور الجماهير في مباريات السلة في دوري السلة. امبارح بعد حضور الجمهور الآن أقر اتحاد السلة المصري فوز النادي الأهلي، وغرامة 30,000 جنيه على نادي الزمالك، وكمان نقل مباراة نادي الزمالك القادمة خارج ملعبه. الأخبار دي لسه جاية لنا دلوقتي حصريا وعاجلا كمان على قناة الأهلي. زي ما احنا شايفين دلوقتي الأخبار دلوقتي موجودة تحت على شاشة قناة الأهلي. زي ما أقول لحضراتكم تاني، اللوائح مهمة جدا، اللوائح مهم إنك تعرفها علشان تطبقها عشان تكون ملتزم بيها. ودايما نجاح أي بطولة بيبتدي من اللوائح وتنفيذ اللوائح. امبارح كان في حضور جماهيري كبير في مباراة الأهلي أمام الزمالك في مباراة السلة. المباراة اتأجلت ساعة ونص، مراقب المباراة أشار إن المباراة مش هتلعب غير بخروج الجمهور اللي كان فيه صعوبة، علشان دلوقتي كان في قرارات عاجلة دلوقتي من اتحاد السلة في الاجتماع الطارئ الآن. هو أقر بفوز النادي الأهلي، وأيضا غرامة 30,000 جنيه على نادي الزمالك، ونقل مباراة الزمالك القادمة خارج ملعب. نروح بقى للنادي الأهلي والفريق الأول. النادي الأهلي اللي زي ما أقول لحضراتكم هيكون عنده مباراة قوية جدا يوم السبت القادم، وزي ما أقول لحضراتكم دايما مباريات الأهلي مع الفرق السودانية فيها ندية وفيها قوة. المريخ السوداني خلاص حظوظه بالنسبة للبطولة تعتبر الأمال بعيدة، ولكن تبقى مباريات الأهلي، تبقى مباريات الأهلي والفرق السودانية مباريات قوية جدا. علشان كده النادي الأهلي لازم يستعد استعداد جيد. النادي الأهلي لسه ما حسمش بطاقة الصعود للدور القادم، ولكن النادي الأهلي زي ما أقول لحضراتكم بيمر بظروف دلوقتي الفترة دي، لعيبة ست لاعبين جايين من المنتخب الأول لسه هينتظموا في التمرين غدا إن شاء الله، محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد شريف، أفشة، دي اللعيبة اللي كانت منضمة في المنتخب الأول، وكمان في لعيبة المنتخب الأولمبي أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، رمضان بيكهام، يعني في لعيبة في حتة الانسجام، حتة الجماعية مرة تانية دي اللي هيلاقي ممكن صعوبة فيها الجهاز الفني خلال اليومين الجايين. أنت عندك تمرينتين وبعد كده هتلاقي المريخ. مهم جدا إنك ترجع لنغمة الانتصارات اللي احنا شفناها في المباراة الأخيرة للنادي الأهلي أمام فيتا كلوب. النادي الأهلي رغم الظروف الصعبة اللي كانت فيتا كلوب وكانت المباراة خارج ملعبه، لكن اللعيبة ما شاء الله أدت مباراة في منتهى الروعة. علشان كده بقول شخصية البطل، شخصية البطل اللي عايز دايما
يحقق البطولة، المباريات أو البطولة بتبتدي من المباريات اللي خارج ملعبك، علشان كده مباراة المريخ القادمة بأكد على أهميتها. المكسب إن شاء الله بنضمن الصعود، وكمان النادي الأهلي ليه هدف غير الصعود، هو الصعود للمركز الأول علشان تقابل التواني، بتكون المواجهات أقل يعني نسبيا. لكن شخصية البطل زي ما أقول لحضراتكم بتبتدي من بره، بتدي رسالة كمان للفرق اللي أنت بتلاعبها، إنك أنت النهاردة بكسب خارج ملعبي زي ما كسبنا فيتا كلوب هناك في ملعبها 3-0، وده كان إنجاز لأول مرة فريق من الفرق المصرية بيكسب فرق من كونغو خارج ملعبها. علشان كده ده كان يعني حاجة بتدي رسالة للفرق التانية. النادي الأهلي كسب هنا المريخ على ملعبه في استاد القاهرة 3. المريخ فرقة محترمة بالرغم إنها حظوظها خلاص تعتبر يعني مش موجودة في البطولة، لكن اللعيبة هتلعب بأريحية، اللعيبة هتلعب النهاردة إنها عايزة تقدم مباراة قوية أمام النادي الأهلي. وزي ما بقول لحضراتكم دايما المباريات الكرة السودانية والكرة المصرية بتكون فيها ندية، ومن هنا بنتمنى التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي إنه يحقق الهدف. كمان الهدف إن إحنا عندنا من ضمن الصعوبات اللي زي ما بقول لحضراتكم، لعيبة المنتخب الأول هتتجمع بكرة، لعيبة المنتخب الأولمبي أيضا هتتجمع بكرة، أول تمرين ليها بكرة. النهاردة انتظم صلاح محسن ومصطفى الشوبير، لكن كل اللعيبة هتبتدي إن شاء الله من بكرة. الظروف أيضا الصعبة اللي مر بيها النادي الأهلي هي إصابة علي معلول أحد الركائز الأساسية المهمة جدا في تيم النادي الأهلي، ومحمود وحيد. فعندك قصور شوية في الحتة، عندك كمان قصور في الحتة الشمال، عندك أيضا حمدي فتحي من العناصر الأساسية المهمة جدا في وسط الملعب. النهاردة حمدي فتحي بيقولوا لي دلوقتي أجرى عملية النهاردة، وبنتمنى له إن شاء الله السلامة، يعني البركة بقى في عمرو السلية، في أكرم توفيق، في ديانج، اللي كمان هينضم بكرة للتدريبات، كمان عودة من مالي، بواليا للعودة من منتخبه. فهي دي الظروف اللي بمر بيها النادي الأهلي قبل لقاء المريخ. نتمنى إن شاء الله اللعيبة تبدأ تجمع تجمع نفسها بكرة، وكمان يتكلموا على أهمية المباراة القادمة اللي هتكون في غاية الصعوبة أمام المريخ يوم السبت القادم الساعة 3. الحاجة الثانية عايزين أيضا نروح للمنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي اللي عايزين نتكلم عنه ونديله حقه، المنتخب الأولمبي اللي عمل إنجاز كأس الأمم الأفريقية تحت 23 اللي كانت موجودة في مصر، وهيكون معانا بعد قليل كمان الصحفي محمود درويش اللي هيغطي لنا كمان كل أخبار قطاعات الناشئين والمنتخب الأولمبي. بيقولوا لي دلوقتي معانا صورة دلوقتي هنعرضها لحضراتكم، صورة لحمدي فتحي، حمدي فتحي اللي أجرى العملية يعني منذ قليل، حمدي فتحي اللي دايما بيكون في الميعاد، حمدي فتحي اللي ما شاء الله أدى مباراة أو مباراة البطولة الأفريقية السابقة في منتهى الروعة. صورة حمدي فتحي يعني بنقول له الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله ترجع بسرعة، فريق النادي الأهلي يعني محتاجك. حمدي فتحي من العناصر المهمة اللي دايما بتلاقيه موجود في الميعاد. كمان يعني حظه وحش شوية في حتة المنتخب، لما كان متألق في بداية مشوار المنتخب مع كابتن حسام البدري يعني جات له إصابة الغضروف في الركبة وتعافى منها ورجع يعني أقوى من الأول كمان يعني الإصابة دي. فإن شاء الله يعني حمدي فتحي يعني يقدر يرجع بسرعة ويكون موجود، وشفنا كمان دوره في مباراة فيتا كلوب المباراة الأخيرة لما مستر موسيماني حب يقفل في وسط الملعب بعد ما ضمن المكسب، كمان كان ليه دور مهم جدا. عايزين نروح بقى للمنتخب الأولمبي، المنتخب الأولمبي قبل ما نتكلم عنه نروح بقى للأستاذ محمود درويش الصحفي والناقد بموقع وجريدة فيتو. تحياتي ليك يا أستاذ محمود. أهلا وسهلا كابتن أسامة، وأهلا بكل جماهير قناة النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي وبرنامج الأشبال، من البرامج المميزة اللي الواحد حريص إن هو يتابعها باستمرار، وبتلقي الضوء على الناشئين في مختلف ربوع مصر. واحنا سعداء ان حضرتك تكون موجود معانا على شاشه قناه الاهلي. عايز اخد راي حضرتك في عوده المسابقات مره اخرى بعد توقفها. ان شاء الله يوم الخميس القادم هترجع مسابقات دوري الجمهوريه مواليد 99 ان شاء الله، بعد توقف اكثر من شهر بسبب طبعا تداعيات فيروس كورونا. نتمنى ان شاء الله ان احنا ننتهي من موضوع الفيروس، وان مصر كلها ان شاء الله تكون سالمه من هذا الوباء. في الانديه اكثر من نادي او الانديه كلها اللي هي دوري الجمهوريه مستعده استعداد طيب لبدايه المسابقات،
اقاموا اكثر من مباراه وديه خلال الفتره الماضيه. تمام. الانديه استعدت لتجهيز ملاعب تحت الارض اللي هي مضاءه لمسابقتي 2003 و2006، لان طبعا زي ما حضرتك عارف في شهر رمضان في اكثر من مباراه هتتلعب تحت الاضواء الكثيفه الساعه 9:30 مساء. نادي المقاولين العرب حط الملعب الفرعي في النادي ان هو يكون ستاند باي ان هو يستضيف المباريات. نادي انبي الملعب رقم 2. طبعا النادي الاهلي طبعا في عنده اكثر من ملعب مجهز لمبارياته في اللي هي تحت الاضواء الكثيفه في قطاع الناشئين وغيرهم من انديه الدوري الجمهوريه. وده شيء مهم جدا وتعاون مهم جدا من الانديه كمان يعني مع الامارات ومع اتحاد الكره علشان استكمال البطوله، استكمال البطوله شيء مهم جدا. استاذ محمود دلوقتي مواليد 99 و2001 هيتم استكمال البطوله قبل رمضان، صح كده؟ يعني 99 و2001 ان شاء الله هينتهوا قبل شهر رمضان، يعني يوم 11 يوم 12 ابريل القادم ان شاء الله هيكون المثبتين دولت خلصوا، لان طبعا هم باتحاد الكره خلى المثبتين دولت من دور واحد عكس 2003 و2006 اللي هم بيلعبوا من دورين. طبعا 2003 و2006 عشان في وجود منتخبين، منتخبي مصر 2003 اللي بيقودوا فنيا الكابتن محمود جابر و2006 الكابتن مؤمن سليمان. طبعا احنا عاوزين نعمل قاعده من ان احنا نعمل قوام لمنتخب 2003 وقوام لمنتخب 2006، فبالتالي كان اتحاد الكوره صمم ان يلعب المسابقه دي من دورين. وطبعا ده مهم طبعا عشان خاطر احنا دلوقتي بنبحث على لعيبه ومواهب ان احنا نقدر نكون منتخب يكون قادر على تمثيل مصر في البطولات الافريقيه ويقطع اسم مصر ان شاء الله بين المنتخبات. طيب عايز اخدك بقى لمنطقه ثانيه، احنا الحمد لله استكمال البطولات الجمهوريه، طيب صعوبه استكمال بطولات البراعم بقى والمناطق اخبارها ايه؟ بطولات المناطق اقول لك في رقبه اتحاد الكوره، يعني اتحاد الكوره لحد الان لم يخبر المناطق بموعد بدء مسابقات المناطق بمسابقات المناطق للناشئين والبراعم. يعني دلوقتي المفروض ان المناطق مستنيه خطابات من اتحاد الكوره على بخصوص خطه مسابقات الناشئين والبراعم. ده للموسم القادم ولا استكمال الموسم ده يا استاذ محمود؟ الناشئين والبراعم في المناطق هتكون صعبه جدا. ليه؟ لان طبعا ما فيش الانديه اللي هي مراكز الشباب والانديه اللي هي تبع المناطق اغلبيتها انديه طبعا امكانياتها محدوده، ما عندهاش المقومات ان هي تلعب تحت اضواء كاشفه في رمضان. فبالتالي ان مسابقات الناشئين طبعا احنا بنتكلم في فتره 10 ايام قبل شهر رمضان الكريم، عاد الله علينا وعلى مصر بالخير والعلوم والبركات. ان هم يلعبوا وان هم يلعبوا في رمضان كمسابقات ناشئين وبراعم انا شايف انها هتبقى صعبه جدا يا كابتن اسامه. طيب عايز اخدك بقى لحاجه مهمه جدا، وانت بتغطي يعني كل قطاعات الناشئين في مصر بشكل كبير، وفيتو ما شاء الله يعني عامله شغل كبير في المنطقه دي، عايز اخد منك بقى ابرز التغييرات في قطاعات الناشئين خلال الموسم ده او خلال الموسم القادم، يعني مين اللي بيستعد ابرز التغييرات سواء في القطاعات سواء في انضمام لاعبين سواء في الاختبارات حتى. انا دلوقتي في جزئيه مهمه يا كابتن اسامه، شكل البطولات هيبقى عامل ازاي الموسم اللي جاي، ده طبعا هيحدد عليه حاجات كتير. يعني انت دلوقتي احنا كبدايه مسابقات كمان في الموسم الجديد احتمال تبقى في شهر اغسطس، يعني في منتصف اغسطس المقبل، يعني ممكن فتح باب القيد يبقى في شهر يوليو اول يوليو. في مسابقات خلاص يعني ممكن مسابقه 99 دي خلاص اخر موسم السنه دي، ما عادش هيبقى في 99 ممكن 2000 تبقى مناطق. وانت بتتكلم معانا يا استاذ محمود احنا دلوقتي عارضين جداول المسابقات اللي هيتم استكمالها 99 و2001 و2003 و2006 معانا على الشاشه وحضرتك بتتكلم، اتفضل يا استاذ محمود. تمام تمام اتفضل. طبعا المسابقات دوري الجمهوريه انا شايف ان السنه الجايه كمان اتحاد الكوره ممكن يعتمد تاني ان يكون في وجود مسابقه 2001 دوري الجمهوريه 2003 دوري الجمهوريه 2006 دوري الجمهوريه، الثلاث مسابقات دول يا كابتن اسامه هيكونوا لازم مهمين انهم يكونوا موجودين. على الرغم ان 2001 خرج من التصفيات المؤهله للامم الافريقيه اللي انتهت في موريتانيا عندها اولمبياد، بس لازم يكون موجود طبعا 2001 عشان اولمبياد باريس 2024. طبعا ده مهم، لازم نعد منتخب قادر ان هو يقدر يمثل مصر ان شاء الله زي المنتخب اللي ان شاء الله بتاع كابتن شوقي غريب حاليا، وان شاء الله ممكن ان شاء الله ده اتوقع ان هو يشرفنا في اليابان في
طوكيو يوليو المقبل باذن الله. طيب تتوقع استكمال تتوقع بدايه المسابقات الموسم القادم؟ يعني احنا دايما بنبتدي المسابقات في شهر 11 وشهر 12، تتوقع الموسم الجديد ممكن يعني اتحاد الكره يبتدي بدري شويه ولا؟ عقد جلسه مع رؤساء قطاعات الناشئين وفي الجلسه دي اتفقوا على خطوط عريضه لمسابقات الموسم، وكانوا في الكلام بتاعهم ضمن الكلام ان هم هيلعبوا بدري، يعني بيحاولوا ان هم يلعبوا الموسم بدري. بالاضافه طبعا كابتن اسامه اللي عملوا حاجه ثانيه، ان الكابتن محمود سعد مدير فني السابق في اتحاد الكوره كان عمل نظام ثاني ان هو يصعد الانديه من القسم الثاني او الثالث اللي هي تقدر تصعد لدوري الجمهوريه. فطبعا اتحاد الكوره لما جه النظام ده اتلغى، وطبعا بقى مقتصر على الانديه الموجوده في دوري الجمهوريه. يعني دلوقتي لو 18 نادي الو يا طيب، يعني في مشكله في الاتصال معانا الاستاذ محمود. طيب في مشكله عنده في الاتصال، وهنرجع تاني للاستاذ محمود درويش عشان يعني في اسئله مهمه وريت تجيبه لنا مره تانيه. كنا بنتكلم حضراتكم عن المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي اللي شرف الكره المصريه في كاس الامم تحت 23. كابتن شوقي غريب يعني اصر برغم ان ما فيش مباراه في الاجنده الدوليه او قدر يعمل مباراه خلال الفتره دي علشان فيروس كورونا، لكن النهارده كان التجمع مهم جدا بتاع المنتخب الاولمبي اللي انتهى امبارح بالامس. يعني التجمع مهم عشان انسجام اللعيبه، علشان كمان دايما الكابتن شوقي غريب يوصل الفكر بتاعه ان هو عايز ياخد ميداليه في اولمبياد طوكيو. المنتخب الاولمبي قادر، المنتخب الاولمبي عنده لعيبه ما شاء الله واعده، عنده لعيبه موجوده في المنتخب الاول وحاجزه كمان مكان اساسي، ده بيسهل المهمه كمان على الكابتن شوقي غريب. كمان النقطة المهمة جدا اللي بيحارب عليها الكابتن شوقي غريب هو والجهاز وخلال الفترة القادمة، ان محمد صلاح يكون موجود مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو. يحق للمنتخب الاولمبي انضمام 3 لاعبين، علشان اديكوا بقى انفراد في 2 لاعبين ان شاء الله بعيد عن الاصابات هيكونوا موجودين، والكابتن شوقي غريب استقر عليهم بشكل رسمي. محمد صلاح لاعب ليفربول، وايضا محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. يتبقى الاسم الثالث هو اللي هيتم اختياره ما بين 11 لاعب. كابتن شوقي غريب بعت خلاص 50 لاعب هم دول قوام المنتخب الاولمبي المشاركين في اولمبياد طوكيو. منهم 11 لاعب فوق السن. من ضمن ال 11 لاعب محمد الشناوي ومحمد صلاح، بقول لحضراتكم هيكونوا ان شاء الله بعيد عن الاصابات او اي حاجه، دول ان شاء الله اللي حاجزين مكانهم في اولمبياد طوكيو. هيتبقى الاسم الثالث. نروح ايضا للاستاذ محمود درويش. يا استاذ محمود. ايوه كابتن اسامة، عذرا يا كابتن اسامة. لا لا ولا يهمك، يعني دلوقتي وحضرتك كنت تتكلم عن الدكتور محمود سعد. دلوقتي بعد رحيل الدكتور محمود سعد اللي دايما بنعتز بيه، اسم كبير اشتغل يعني باخلاص في الاتحاد المصري لكرة القدم، من الاسم المرشح بعد رحيل الدكتور محمود سعد ليشغل هذا المنصب؟ هو في اكتر من اسم، كان ابرزهم دكتور ميمي عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بالنادي المصري. وفي اتجاه في اتحاد الكوره ان هم يجيبوا مدير فني اجنبي. مدير فني اتحاد الكوره اجنبي، بس طبعا لسه ما الامور ما لم يتم حسمها. وطبعا يعني ممكن يتم حسمها خلال الايام المقبله. يعني الدكتور ميمي عبد الرازق او مدرب اجنبي. دي الاسماء المحصوره أجنبي. هنا. دول في اللي هم الابرز. بالنسبه بقى للمسابقات يا كابتن اسامه، في جزئيه الانديه اللي هي دوري الجمهوريه، انديه دوري الجمهوريه هي اللي هتلعب، اللي هي الدوري الممتاز هي اللي هتلعب بس في دوري الجمهوريه، لان الدكتور محمود سعد الموسم الماضي كان في نظام جديد ان هو ممكن يصعب مثلا لو نادي قسم ثاني قدر يلعب في القطاعات وقدر يحتل مركز متقدم وكان ممكن يصعد دوري ممتاز، حتى لو الفريق الاول بتاعه الفريق الدرجه الاولى مصعد. لم يصعد للدوري الممتاز. كويس. طبعا النظام ده اتغير وتم يعني الاتفاق على ان تمثيل فرق الدوري الممتاز دور في وجودها في دوري الجمهوريه فقط. لا، وانا خلي بالك انا مش مع النقطه دي. النهارده احنا بنفتح المجال للمواهب، ما اقتصرش النهارده، افرض عندي النهارده فرقه في القسم الثاني، فرقه مميزه وتضم لاعبين مميزين، ليه احرمها النهارده انها تلعب دوري جمهوريه دوري اقوى؟ بالعكس، ممكن دوري الجمهوريه تتلعب مجموعتين، ما يتلعبش مجموعه واحده، والنهارده ادي مساحه اكبر لمشاركه فرق ومواهب اكتر في مسابقه اقوى. بس
انا في 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 بعض الانديه كابتن اسامه في القسم الثاني ممكن تقدر تلعب في دوري الجمهوريه من حيث الامكانيات يعني ممكن طبعًا. التنقلات طبعا طبعا دوري الجمهوريه طبعا حضرتك عارف يعني مثلا ممكن يسافر اسكندريه ممكن يسافر اسماعيليه ممكن يسافر مثلا لو في فريق من الصعيد الفيوم مثلا فده طبعا الامكانيات ديت بتمثل عائق على الانديه بدليل ان في انديه في الدوري الممتاز بتنسحب من بطولات دوري الجمهوريه يعني السنه دي على سبيل المثال نادي الاتحاد السكندري والنادي المصري من الانديه الكبيره طبعا الانديه دي في اكتر من مسابقه في دوري الجمهوريه ما شاركتش فيها يعني في 2000 في 99 الاتحاد السكندري ما شاركش في دوري الجمهوريه و2006 طبعا طبعا هتبقى يعني عبء وامكانيات اكبر على كمان على قطاعات الناشئين في الانديه. يعني النهارده احنا بناخد منك يعني عايز اروح لحته ثانيه مهمه جدا الخبر الحصري اللي احنا نقدر نطلع النهارده من الاستاذ محمود درويش المختص بقطاعات الناشئين ان اتحاد الكره بيفكر بشكل جدي وشكل كبير ان يكون في خبير اجنبي للاتحاد المصري هو اللي يدير شكل المسابقات وهو اللي يحط السياسه القادمه للاتحاد المصري. مظبوط كده؟ تمام يا كابتن اسامه. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمود درويش الصحفي بموقع وجريده فيدو. نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي واخر الاستعدادات القويه لاستكمال بطوله الجمهوريه. زي ما قلت لحضراتكم او كان معانا الاستاذ محمود درويش الناقد الصحفي وقال خلاص يعني 99 على الابواب 2001 2003 و2006 زي ما شايفين قدام حضراتكم ده جدول بطولة الجمهورية مواليد 2003 للفرق المتنافسة على البطولة موسم 2020-2021. النادي الأهلي باي في أول أسبوع يعني النادي الأهلي مش هيشارك هيشارك من بداية من الأسبوع الثاني هيكون مباراة قوية من العيار الثقيل الأهلي والزمالك 5/4 يوم الاثنين وإن شاء الله يعني تكون المباراة دي موجود معانا هنا على قناة الأهلي هي تكون مباراة الأهلي في ملاعب الناشئين بمدينة نصر نتمنى فيها التوفيق لفريقنا 2003 اللي بيضم عناصر مميزة وزي ما بقول لحضراتكم الاستعداد النادي الأهلي لما الدوري توقف أو اتحاد الكرة توقف يعني طالب بعدم استكمال البطولة النادي الأهلي استمر في التدريبات كانت اللعيبة موجودة المدربين موجودين الكابتن خالد بيبو يعني كانت اللعيبة موجودة بشكل يعني شبه يومي علشان تحسبا لاستكمال البطوله فنتمنى لهم ان شاء الله البطوله يعني التوفيق. المهم جدا ان العوده هتكون امام نادي الزمالك، نادي الزمالك فريق 2003 فريق قوي لكن ان شاء الله احنا عندنا اولادنا مميزين، عندنا الحمد لله يعني في كل المسابقات رغم توقف البطوله لكن الحمد لله احنا يعني متصدرين المشهد بشكل كبير. نروح نشوف التقرير ده مع فريق 2003 واخر الاستعدادات لاستكمال بطوله الجمهوريه. قرار الرجوع التوقيف الدوري ده ما كناش متوقعين في الوقت اللي حصل لكن الحمد لله كل اللي بيجيب ربنا خير دلوقتي قرروا يرجعوا الدوري بداية قبل رمضان بأسبوعين تقريبا لكن ما اعرفش هم فكروا ازاي هيتم الموضوع هيتم ازاي ماتشات بالليل في رمضان ولا يعملوها ازاي معظم الملاعب ما فيهاش امكانيات الاضواء عشان ماتشات تتلعب بالليل بناء على الجدول اللي جال لنا بدأنا نستعد نفسنا لبداية الدوري على يوم 2/4 بإذن الله لعبتنا كلها بدأت تحضر التمرين كابتن شرف أخي عزيز ورجل محترم وكان معنا هنا بيشتغل معنا بكل حب كل تقدير بنحبه وهو بيحبنا الحمد لله عدينا فترة كويسة بيه ووصل الفرقة لمرحلة كويسة جدا فحتى الفترة الأخيرة دي احنا بنكمل نفس البرنامج اللي كنا ماشيين عليه أنا وكابتن شرف فربنا يكرمنا ان شاء الله اللي جاي يكون احسن هو بنتمنى له الخير طبعا دايما في اي مكان يتواجد نتمنى له الخير ربنا يكرمه ويوفقه ان دي الخطوه دي لازم تبقى موجوده لينا كلنا مش كابتن شرف بس قال اي مدرب في القطاع الناشئين عنده طموحات يطلع فريق الاول في اي فرقه سواء الممتاز بي او ممتاز عشان يشتغل هنا وده المستقبل والطموحات المدربين زي ما اللعيبه عندهم طموحات دي مدربين برضه عندهم طموحات مش عارف اقيم الموسم ده الموسم ملخبط من أول خالص حتى من بداية الدوري أنا ما كنتش فاهم موضوع الثلاث مجاميع ده دوري جمهورية ثلاث مجاميع ليه من بداية كان مفروض تلعب دوري
زي ما بيتلعب مجموعه واحده رايحه جايه زي ما بنشتغل. احنا جينا في اول موسم الجهاز اتغير كله عن السنه اللي فاتت، فكان كابتن شرف ضمينا 2003 على 2004 زي ما حضراتكم عارفين، فكان الموضوع كان صعب علينا كلنا، الناس زمايلنا اللي مشيت وزمايلنا اللي موجودين كنا حوالي 90 واحد، فكابتن شرف كابتن اسحاق عملوا مجهود معانا جبار فصفونا ل 30 واحد. فبعد كده جه نظام اللي هو الثلاث مجاميع دوت، بصراحه احنا كنا متلخبطين بس الحمد لله الدنيا مشيت والله. اول حاجه وكان اب لينا كلنا واخ كبير وربنا يكرمه ان شاء الله مع الانتاج الحربي الفريق الاول. بصراحه هو كان وصل معانا المرحله ان الفرق كلها في الدوري كانت عامله لنا احترام جامد جدا عن السنين اللي فاتت، في اختلاف جامد. الحمد لله الفرق كلها كانت بتتكلم عننا، احنا رايحين نلعب الاهلي، لا ده احنا خايفين، حتى احنا رايحين للفرق بره الكلام كان بيجي لنا من بره، احنا خايفين من الاهلي غير السنين اللي فاتوا من التيم ده اقوى. فكان وصل معاه المرحلة اللي هو الفورمة العالية جدا، ولما مشى بصراحة التيم كله زعلان، الفريق كله زعلان، فده مأثر فينا. بس إن شاء الله احنا وعدناه قبل ما آخر مرة اتكلم معانا هنا، وعدناه إن شاء الله احنا قدها ورجالة، وزي ما وعدناه في أول الموسم هنجيب البطولة إن شاء الله. البطولة عندنا السنة اللي فاتت أنا اتصبت جالي صليبي فتعالجت في النادي يعني الحمد لله، رجعت السنة دي كويس ومع كابتن شرف كنا أكتر من 90 واحد اتصفينا، في ناس مشيت وفي ناس قعدت كتير، فكابتن شرف يعني بصراحة ما عمره ما ظلم حد. والسنة دي يعني الحمد لله كنا ماشيين كويس وقبل ما الدوري توقف كنا ماشيين كويس وكنا عمالين نكسب، فالدوري توقف فترة وبعد كده رجع تاني، فمش عارف الدنيا كانت متلخبطة يعني. أنا جبت السنة دي 4 أهداف في المقاولين كلهم أهداف فوز يعني، واتصعدت مع 2001 مع كابتن سيد غريب وكابتن معتز زينو، فالحمد لله يعني بداية كويسة. راجع من إصابة بقالي سنة ما بلعبش، فالحمد لله يعني رجعت السنة دي جبت 4 أهداف وبداية مبشرة يعني الحمد لله. كابتن شرف عمره ما ظلم حد فينا خالص، كان كل واحد واخد حقه واحنا التيم كله كان زعلان على كابتن شرف يعني مش وكده، بس ربنا يكرمه إن شاء الله في الإنتاج يعني ويعملوا إنتاج كويس يعني. بتمنى إن أنا بإذن الله أبقى مع الفريق الأول وآخد فرصتي مع الفريق الأول، وباذن الله احنا واعدين كابتن شرف قبل ما يمشي السنه دي ان البطوله بتاعتنا ده هدفنا الاول باذن الله ان احنا ناخد البطوله، وباذن الله تصعد فريق اول يعني ان شاء الله. السنين اللي فاتت ديت ما كنتش بلعب خالص، فلما ضموا 2003 2004 كابتن محمد شرف جه وبص على الفرقه كلها ويعني لما جه اختار العصر اختار اللي هم المميزين، والحمد لله يعني كابتن محمد شرف بص عليا جامد واللي هو يعني بص كويس وشاف الميزه اللي فيا وحب يطورها ويعني لمع شويه من الاخطاء وكده، والحمد لله يعني بقت من العناصر المميزه في الفرقه، وكابتن محمد شرف اداني فرصه والحمد لله يعني مسكت فيها وبقت من الاساسيين في الفرقه. والله كانت مفاجاه اصلا ان هو المفروض الدوري يبقى دور واحد، بعدين لما عملوا 3 مجاميع ولعبنا وعملت التصفيات الحمد لله، فلما جم وقفوا التاني فاحنا خلاص فتركيزنا راح اللي هو هناخد بقى الاجازه، بس لما جم قعدوا معانا وقالوا احنا هنبدا تاني، فالحمد لله يعني بدانا نركز ونرجع تاني زي الاول وان شاء الله ناخد البطوله. واتكلمنا مع كابتن بيبو وكابتن بيبو كان بيحفزنا دايما ان احنا ناخد البطوله ان شاء الله، ان شاء الله الدرجه الاولى باذن الله ان شاء الله البطوله بتاعتنا. دي كانت اخر استعدادات فريق 2003 لاستكمال بطوله الجمهوريه اللي هيبتدوها بمباراه قويه امام نادي الزمالك، وايضا كمان بنتمنى التوفيق للكابتن محمد شرف. محمد شرف المدير الفني لفريق 2003 اللي رحل لنادي الانتاج الحربي في الدوري الممتاز يعني عشان يكون مساعد مع كابتن احمد كشري. كابتن محمد شرف من ابناء الاهلي المخلصين اللي عمل شغل رائع السنه دي مع فريق 2003، وايضا كمان عمل شغل رائع على مدار سنوات طويله في النادي الاهلي خرج فيها لاعبين مميزين للفريق الاول. فمن هنا بتمنى له كل التوفيق، ان هو فعلا شخصيه محترمه جدا وايضا كمان يعني مدير فني ومدرب على مستوى عالي. ودايما النادي الاهلي بيخرج زي ما بيخرج لعيبه كمان للدوري الممتاز بيخرج ايضا كوادر ومدربين ومديرين فنيين لكل انديه الدوري الممتاز، فنتمنى له التوفيق باذن الله. زي ما غطينا النادي الاهلي وشفنا اخر الاستعدادات لاستكمال بطوله الجمهوريه، ايضا نروح نشوف قطاع اخر، قطاع مهم، وده دورنا هنا ان احنا بنغطي كل قطاعات الناشئين في مصر. نروح لقطاع الانتاج الحربي بقياده الكابتن ماهر همام ونشوف اخر الاستعدادات ايضا لاستكمال بطولات الجمهوريه.
اتفاجئنا بقرار بصراحه توقف النشاط بالنسبه لقطاع الناشئين بعد ما عدينا مشوار طويل جدا، يعني في تحديات كانت بشكل كبير بالنسبه بعد موضوع كورونا وفيروس كورونا، يعني الاحترازيه اللي اتعملت بشكل كبير جدا على مستوى الانديه وعلى مستوى مصر، يعني من يمكن من الجهه السياديه رقم واحد للشباب الرياضه، وزير الشباب الرياضه، ثم اتحاد الكوره، ثم الانديه. احنا بالنسبه لنا كان في نظام محطوط احترازي بشكل كبير جدا في حته ان احنا بنامن ولادنا بشكل كبير، منعنا دخول غرف الملابس، معظم شغلنا كان في الملعب، حتى بالنسبه للاجراءات الاحترازيه للاعبين كل اللعيبه التزمت بشكل كبير جدا، مع اولياء الامور كمان ساعدونا بشكل كبير، وحتى احنا كجهازه فنيه واداريه كان في ضبط وربط على اعلى مستوى، وبدانا النشاط فعلا والحمد لله رب العالمين، ما حصلش اي اصابات من خلال ولادنا او حتى من خلال الفرق الاخرى، يعني احنا حتى الفرق اللي كانت بتيجي كنا بنسال في حالات عندكم، الحمد لله رب العالمين كانوا بيردوا علينا ما فيش حالات نتيجه الاحترازيه والالتزام اللي كان موجود بالنسبه للاجهزه الاداريه والاجهزه الفنيه على مستوى قطاع الناشئين. ففوجئنا بقى بقرار بصراحه وقف النشاط لحد 1/4. القرار ده كان على كل الانديه، وكانت في علامه استفهام بالنسبه لنا بصراحه من الناحيه الاداريه ومن الناحيه الفنيه ايه اللي حصل، وبعدين رمضان 14/4 وبعدين العيد وبعدين امتحانات اخر العام، الله يعني كده 1/4 انتهى المشروع او النشاط بالنسبه لنا بشكل كبير. فكانت صدمه بصراحه لمعظم الانديه، وعايز اقول لك ان كمان ما ينفعش احنا بعد ما وصلنا المشوار ده وكل الشغل اللي بنعمله ده عشان نطلع لعيب للفريق الاول او اثنين لعيبه للفريق الاول، حصل نوع من الاحباط بالنسبه للعيبه، خصوصا ان في لعيبه فعلا كانت على وشك تطلع مع الفريق الاول خلال هذه الفتره، الدنيا كلها وقفت، فاضطرينا ان احنا قالوا تدريبات تستمر وحسب التنسيق معاكم يعني، واذا كان في مباراه حبيه برضك ممكن تقدروا تعملوها. طب ما احنا كنا نرجع للمشوار بتاعنا الاولاني، يعني ما هو تدريبات موجوده ومباراه حبيه، طب اللي جرى في الرسمي. فكان قرار انا شايف يعني قرار اللجنه الثلاثيه ما اعرفش اتعمل ازاي واخد بالك واتوضب ازاي، وبعدين حتى كمان ما بلغوش الانديه، يعني ما بلغوش الانديه ايه الاسباب؟ ما انت النهارده لما تيجي توقف نشاط اكيد هتقول لي انا بوقف النشاط عشان في كذا وكذا وكذا وكذا، والكلام ده يبقى مقنع بالنسبه لنا، ولكن مع الاسف احنا فوجئنا بالقرار وبناء عليه نفذنا طبعا، يعني بدأنا للأجهزة الفنية والإدارية إن إحنا هنعمل جدول من أول وجديد في ثلاث تدريبات خلال الأسبوع، على أساس إن أنا ما ضيعش مجهود سنة بالنسبة للولاد من ناحية الإدارية ومن ناحية الفنية، وبرضك هنعمل جدول بالنسبة للماتشات الحبية، يعني هنشتغل كأننا بنشتغل في أجواء المسابقات مرة تاني. دي كانت آخر استعدادات قطاع الناشئين في نتاج الحربي بقيادة كابتن ماهر همام، اللي بنتمنى له كل التوفيق هو وكل لاعبي الانتاج الحربي. الأسبوع الماضي تمت إقامة مباراة ودية ما بين لاعبي القطاع أو فريق شباب النادي الأهلي والفريق الأول. الهدف منها أهداف كتيرة. الهدف الأول طبعا يعني أنت بتجهز لاعبة مصابة عندك مهمة في الفريق الأول، خلال الفترة دي أنت ما بتقدرش تعمل مباريات ودية كتير عشان فيروس كورونا بيبقى فيها صعوبة. فمنها انت النهارده بتجهز اللعيبه المصابه، اللعيبه اللي كانت بعيده عن المشاركه، والهدف الثاني المهم جدا بالنسبه لمستر موسيماني اللي هو اصر عليه، عايز يبدا يشوف لعيبه الشباب قدام عينه في الملعب، علشان كده احنا شفنا الاسبوع اللي فات 12 او 13 لعيب كانوا موجودين في تدريبات الفريق الاول، وهو اصر ان معظم لعيبه القطاع يطلعوا ويشاركوا في هذه المباراه المهمه جدا علشان مستر موسيماني يقدر يقف على مستوى اللاعبين قدامه في الملعب. نروح نشوف أهداف هذا اللقاء وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل أستقبل ضيوف النهاردة أحمد أشرف وأحمد طارق سليمان.
ترجم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي رؤية لجنة التخطيط لتحديث وتطوير قطاع الناشئين على أرض الواقع باهتمامه الواضح بتصعيد العديد من العناصر الموهوبة للتدريب في استاد التتش مع أبناء الرداء الأحمر. وتولي لجنة التخطيط وبإشراف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اهتماما خاصا بقطاع الناشئين، وظهرت بوضوح في التعاقد مع تشيكي بروكيتش ليكون مديرا فنيا مع خالد بيبو رئيس القطاع. ورغم تأثر العالم الكروي بفيروس كورونا، لكن بدأت ثمار هذا الاهتمام تظهر بوضوح في خروج عدد من الناشئين للإعارة في أندية أخرى، وهي التجربة التي نجحت منذ تطبيقها قبل عامين، ثم تصعيد عدد آخر للتدريب مع الفريق الأول لتكون مواهب على طريق النجومية بالتتش. وشهدت الأيام الماضية استدعاء بيتسو موسيماني المدير الفني 12 لاعبا للتدريب مع الفريق الأول، وهم أحمد طارق سليمان وحمزة علاء في تدريبات حراس المرمى مع علي لطفي تحت إشراف يانكو ميشيل ومحمد حسام ميدو ومصطفى إلياس ومحمد أشرف وأحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي ووليد مصطفى وحسوم محمد وعمر رزق وأحمد الشامي وأحمد سيد غريب وأحمد نبيل كوكا. أهلا بحضراتكم من جديد. خطة كبيرة بتحطها لجنة التخطيط وكابتن محمود الخطيب علشان قطاع الناشئين، القطاع المهم جدا، القطاع اللي على مدار سنين وأعوام وفي كل الأجيال دايما بتلاقي أبناء وأولاد النادي الأهلي موجودين في الفريق الأول، فده شيء مهم جدا. السنة دي فيه اهتمام كبير جدا، الاهتمام بدأ من بداية الموسم بالدمج والاهتمام بالملاعب ويعني وتخصيص ميزانية كبيرة لقطاع الناشئين، وكمان يعني استقدام لاعبين من أندية أخرى. دلوقتي بقيت بتشتري لعيبة مميزة عشان تحطها في قطاع الناشئين، علشان يعني المبالغ الأرقام الكبيرة اللي بدأنا نشوفها كمان في الدوري الممتاز، فمهم جدا أنك أنت النهاردة تهتم بهذا القطاع الكبير. كمان شفنا مدير فني أجنبي على أعلى مستوى عامل يعني طفرة وعامل كمان يعني شغل عالي سواء مع اللاعبين أو المدربين. النهارده معايا اتنين من اللاعبين ان شاء الله اللي احنا بنتوقع ان يكونوا موجودين معانا او يكونوا موجودين في الفريق الاول، اتنين خامات ما شاء الله مبشره سلوكيا على اعلى مستوى، فنيا كمان على اعلى مستوى. معانا النهارده الاحمدان احمد طارق سليمان، مرحب بيك. انا مبسوط ان انا معاك النهارده. ومعايا كمان يعني احمد اشرف، يعني من اللعيبه المميزه جدا وكان حصلت له ظروف اصابه قوية جدا، لكن بالعزيمة والإرادة رجع تاني وما شاء الله رجع أحسن من الأول. بنرحب بيك أبو حميد. أهلا بحضرتك كابتن، وأنا مبسوط إن أنا متواجد مع حضرتك النهاردة. وأنا سعيد إنكم موجودين معايا. مين الأكبر بس عشان نبدأ بينا الأول؟ أحمد بقى طارق. أحمد طارق هو الأكبر. أنت في البداية مواليد كام يا أبو حميد؟ 2000 يا كابتن. مواليد 2000. 2000 اللي بتلعب مع فريق الشباب، مواليد 99. صح؟ أنت في النادي الأهلي من كام سنة يا أبو حميد؟ من وانا عندي 9 سنين، يعني حوالي 11-12 سنه بالظبط. 11-12 سنه. لا احنا عايزينك تحكي كده وعايزينك. لا انا بقالي، انا الحمد لله بقالي فتره كبيره في النادي، 11-12 سنه تقريبا نص عمري يعني. الحمد لله يعني كنت طول الفتره اللي قضيتها في النادي فعلا عرفت يعني ايه معنى اللعيب، اللي يعني كنت دايما اسمعها وانا صغير، شخصيه لعيب نادي، شخصيه لعيب نادي، عرفتها فعلا على مدار السنين. حتى لو انا بلعب في الشارع مع اصحابي عايز تكسب، ان انا لازم اكسب. بالنسبه لي لو خرجت متعادل ده بالنسبه لي خساره. يعني حسيت ان انا قدرت، ان انا في حاجات النادي رباها فيا من غير ما انا احس، عرفت قيمتها وانا خلاص قريب ان انا بقالي سنه يعني هضطر ان انا اطلع عرى. عرفت قد ايه ان انا متعلق بالمكان بالنادي، وحتى يعني بالكيان نفسه، ان انا كل يوم بروح النادي عندي تمرين في الوقت المعين، بقى مسؤوليه خلاص ان انا عارف ان انا عندي تمرين الساعه 7 الصبح الساعه 1، انا عارف ان في حاجه في يومي شغلاني ان انا لازم هنام عشانها كويس، هاكل عشانها كويس، حتى ان انا احافظ على نفسي، ان انا حاجات كتير النادي عارف ان هو ينميها فيا وانا مش واخد بالي. فاكر اول يوم دخلت فيه في الاختبارات في نادي الاهلي؟ ده يوم تاريخي. طب احكي لنا كده. بالنسبه لي ان انا كنت داخل، وكان ساعتها والدي كان موجود مدرب حراس مرمى. احمد طارق هو نجل الكابتن طارق سليمان. كان ساعتها هو مدرب حراس مرمى في قطاع الناشئين. بس هو دخلني ان انا حارس مرمى مواليد 2000، لما السن
بتاع الاختبار بتاع 2000 ان انا سنه سمح ان انا ابقى موجود في النادي ان انا لاعب عادي زي اي حد. ودخلت رحت 3 مرات. المدربين كان كابتن تامر سوي ساعتها، كان كابتن ياسر مصطفى، هما يعني كانوا ساعتها هما اللي موجودين في الاختبارات، فهم ما كانواش يعرفوا يعني انا مين ولا يعني ما تقالش انك انت بالزبط كابتن طارق سليمان عشان يعني يتوصل بيك ولا لا، انت دخلت زي اي حد عادي. فاول ما دخلت فخلاص خلصت وهم يعني عايزيني ابصم بقى اللي هي البصمه، كنت مبسوط جدا. فهو بيسالني والدك فين؟ فانا بشاور جوه الملعب، فهو كابتن تامر وكابتن ياسر بشاور على مين يعني. فيسالني تاني فشاورت جوه الملعب، فبيبص فلاقي كابتن طارق سليمان، فبعد كده عرف ان انا فعلا. وساعتها كنت حاسس لما كبرت براحه نفسيه قد ايه والدي ان هو قدر ان هو يدخلني النادي يعني بمجهودي الشخصي، حاجه ما حدش هيقدرها كتير. بس انا كل ما ابقى جوه النادي وابقى عارف ان انا موجود بمجهودي الشخصي وان انا اول خطوه خدتها في حياتي، الحمد لله والدي قدر ان هو يحطني عليها لوحدي عشان يعلمني دايما ان انا في المكان ده بمجهودي الشخصي مش عشان هو. خامة ما شاء الله، خامه مبشره وحاجه جميله جدا. وهنسالك بقى عن دور الكابتن طارق دلوقتي بعد ما بقيت لعيب في النادي الاهلي بقى، وتصحيح الاخطاء لما يدخل فيك هدف، يعني الحوار العائلي اللي بيدور في البيت. ابو حميد برضو نفس الكلام، يعني فاكر اول يوم دخلت فيه النادي الاهلي؟ اكيد طبعا، يعني يوم ما يتنسيش. انا بقى لي حوالي كده 12 سنه في النادي الاهلي. دخلت انت عندك كام سنه دلوقتي؟ كام سنه دلوقتي؟ انا دلوقتي 19. دخلت النادي وانا عندي 7 سنين. ابتديت الاول في الاكاديميه. في اكاديميه مدينه نصر. وبعد كده طلعت للقطاع. كانش لسه الفريق بتاعي موجود، يعني كان اصغر سنة، كان مواليد 2000. يعني لسه كان بيجمعوا السن ده بالظبط. كان لسه كان 2000، كنت مع احمد يعني في الفرقه وقتها. كان كابتن امين عرابي هو اللي كان خدني من الاكاديميه في الفتره دي. كملت الموسم ده كله مع مواليد 2000 لغايه بقى ما الموسم الجديد اتكون فريق 2001، والحمد لله لغايه النهارده متواجد مع الفريق. طب افتكر لنا بقى مين المدربين من بداية وانت 7 سنين دخلت قطاع الناشئين النادي الاهلي، مين المدربين اللي عدوا عليك؟ عدى عليا طبعا مدربين كتير، ومدربين اتعلمت منهم كلهم طبعا حاجات كتيره جدا. عدى عليا كابتن عصام صلاح، كابتن احمد سراج، كابتن محمد شرف، طبعا ده ليه فضل كبير عليا بعد ربنا في اللي انا وصلت له. كابتن امين عرابي، في مدربين كتير يعني مش عايز انسى حد يعني. طيب احمد طارق، قول لي بقى يعني كابتن طارق يعني سابك في الاختبارات، ما قالش انت ابن مين بتاع وبدات انت بنفسك. دلوقتي بعد ما بقيت موجود دلوقتي بتشارك في مباريات الشباب، بقيت تطلع تتدرب في الفريق الاول، ابرز النصائح اللي بقدمها لك وانتوا قاعدين في البيت بقى، تمركز الكره دي المفروض كنت تطلع يعني القرارات دي. ده دايما اول حاجه اول ما اروح اول سؤال يعني حتى عملت ايه، اول سؤال الماتش اتصور عشان نشوف بقى مع بعض نحلل بعد كده، ترجع تذاكر تاني نشوف الاخطاء والاجابات والسلبيات. فده اول سؤال، فتصور طب هنجيبه ازاي، تمام مين اللي صور القناه، واجيب الماتش، وبعدين نقعد بقى نقطع اللقطات مع بعض. في كذا كنت المفروض اتصرف بشكل احسن، في كذا اتصرفت بشكل كويس. بس دايما بحاول من كل مره ان انا استفيد منه اكتر يعني. والدي دايما اتفرج على الماتشات كلها، فدايما يعتب عليا ان انا ممكن ما اتابعش زي ما هو بيتابع، يقول لي انت اكتر واحد تتابع، لان انت تشوف، يقول لي ما تتابعش زي المشاهد العادي. كويس. انت بتتفرج عايز تشوف خطا، عايز تشوف ايجابيه، انت بعد كده ما تعملهاش. بيقول لي هي دي الخبره من غير ما تلعب، هي دي الخبره اللي انت تقدر تكتسبها من غير ما تبقى موجود جوه الملعب. تقابل النقد منه لما مثلا بينقدك مثلا في هدف ولا حاجه؟ بجيب اخويا الصغير بقى ويدافع عني شويه يعني، علي برضه حارس مرمى، نقعد بقى انا وهو، لا دي صعبه، يقعد يدافع عني شويه بقى في بس يعني هو بيبقى بالنسبه لي في الاخر نقد بناء يعني، ان هو بستفيد منه يعني. انت شاركت وكنت موجود مع الفريق الاول فترات، وكنتوا موجودين كمان في المباراه الوديه السابقه مع الفريق الاول. تمام. يعني ابرز نصائح موسيماني ليكوا ايه؟ هو كان دايما بيتكلم ان احنا لازم الفتره اللي احنا فيها دي نستغل ان احنا قدرنا يعني ان احنا بقى اتاح لنا الفرصه ان احنا نتصعد. لان ده وقت، دي حاجه مميزه، لان النادي الاهلي نادي كبير. فانا يعني لاعب شاب لما ابقى موجود في فتره زي دي، دي حاجه هتضيف لي، هتضيف لي الفريق بتاعي. دي ابرز النقاط بتاعتك يا ابو حميد يعني في المباريات الصدات المميزه بتاعتك دي، كان فاكر كانت في مباراه ايه دي؟ كانت في مباراه اسوان. اتفضل كمل.
يعني كان دايما يعرفنا ان انت استغل الوقت اللي انت فيه، استغل الفرصه اللي انت فيها. انت دلوقتي في مكان في ملايين تتمنى ان هو يبقى موجود، لعيبه شابه او لعيبه بتلعب في الدوري الممتاز. فلازم انا في الفتره دي ابقى اكتر فتره بركز فيها، اكتر فتره بتمرن فيها كويس. ودايما ممكن هو في التمرين لو بيكلم حد من الشباب يعني يقولها ان انا مش عايز حد يتمشى في التمرين، بالذات للشباب، عايز كله تدي أكثر حاجة عندك. انت دلوقتي في اكتر سن تقدر تدي فيه أفر، تقدر فيه يعني اكتر حاجه عندك تعرف تبذلها لازم تعملها في الفتره دي، لان بعد كده يعني انا عن نفسي باخدها بالناحيه دي. كل اللعيبه بتوع الدرجه الاولى ده وقت الاستثمار، ناس تعبت وكان مجهود وبيلعب بالخبره بالظبط. انما احنا لسه في الفتره ان انا ببني عشان بالظبط. احمد اشرف، من احلى الاهداف اللي انت احرزتها فاكر؟ مباراه بيراميدز. طب هاتوا لنا الهدف علشان يعني خلونا جاهزين على طول مع اول من الاهداف الحلوه جدا الهدف ده. طبعا يعني ده تقريبا بالنسبه لي يعني احسن هدف سجلته في حياتي يعني. فاكر الهدف ده احنا كنا بنذيعه هنا على قناه الاهلي، كان الماتش مباشر وقتها. مظبوط. طبعا من احلى الاهداف اللي انا بحبها يعني واللي انا سجلتها في حياتي. بس يعني كان حصلت ذكرى كده مع الهدف في نفس المباراه صح بعديها. فالحمد لله يعني فتره وعدت الحمد لله. كان بس انت الحمد لله يعني بعد الاصابه، هي كانت اصابه يعني رباط صليبي في المباراه دي، كان احمد ما شاء الله طلعه قويه جدا، والمباراه كنا بنذاعها هنا على قناه الاهلي ما شاء الله سمع يعني مع الناس كلها، لكن قدر يعدي الاصابه وما شاء الله يرجع كمان افضل من الاول. الحمد لله، هو زي كان اختبار من ربنا يعني، كان صعب شويه بس الحمد لله عدى. طيب شوف الهدف، شوف الهدف وخليك تكمل دلوقتي. هدف من الاهداف الحلوه، علق لنا انت بقى على الهدف. بيمينك؟ ده عاصم ده؟ عاصم راح في حته صعبه. جون من احلى اللي جون زي ما علق لنا انت بقى على الهدف. لا الاول الكره كانت مع عاصم، كان حارس المرمى لعيبه طويله. فتوقعت انا ان المدافع ممكن يعني هي غيرت اتجاهها، فتوقعت ان المدافع ممكن يحطها في المكان ده. فانا رحت عليها، الحمد لله طبعا كان فيها توفيق من ربنا قبل اي حاجه. قدرت ابص على حارس المرمى برده ان هو لقيته قافل الزاويه الضيقه، فحطيتها في البعيده يعني الحمد لله. الهدف بيتعرض معانا كمان من الاهداف الحلوه جدا. مين المدرب اللي انت يعني في قطاع الناشئين كان ليه بصمه كبيره عليك وتعلمت منه حاجات كتير؟ كابتن محمد شرف. محمد شرف. اشتغلت مع كابتن شرف كام سنه في قطاع الناشئين؟ ثلاث سنين. مع فريق 2001 الاول. وقعدت معاه موسم مع مواليد 2000. طبعا كابتن شرف ده يعني زي والدي بالظبط يعني. كل اللي انا فيه ده طبعا يعني بعد ربنا، طبعا هو ليه بصمه كبيره قوي عليا بعد. كابتن محمد شرف ما شاء الله من المدربين المميزين، وبتمنى له التوفيق كمان يعني في المهمه الجديده مع الانتاج الحربي. احمد طارق سليمان، قول لي بقى انت تدرس ايه دلوقتي؟ انا في اكاديميه بحريه. كليه هندسه. كليه هندسه ما شاء الله. طب قول لي بقى الهندسه دي يعني كليه صعبه، بنظم ازاي الوقت ما بين الدراسه وما بين التدريبات؟ بحاول على قد ما اقدر يعني ان انا اعرف احافظ على وقتي، ما اضيعش وقت كتير، ان انا دايما بحاول اصحى بدري. لو في حاجه قبل التمرين اعرف اخلصها بخلصها، يعني بعد التمرين بيبقى الموضوع مرهق جدا. وكمان الظروف التوقف اللي احنا فيها والاونلاين بالنسبه لي اسهل شويه من ان انا بقى متواجد كل يوم في الجامعه عشان الاتندنس وكده، فبيبقى بالنسبه لي ان انا الفتره دي اسهل شويه بالنسبه لي. بس يا ربنا يا رب يعدي الوباء ده على خير ونرجع نعيش حياتنا الطبيعيه تانية ان شاء الله. مين المدرب في قطاع الناشئين اللي ترك بصمه عندك وعلمك وصاحب فضل عليك في مشوارك وزي ما بيقولوا كده يعني اسسك؟ قعدت فتره كبيره اول ما بدات خالص. انا بدات مع كمدرب حراس مرمى ولا مدير فني؟ مدرب. لا كمدرب حراس مرمى او مدير فني حتى يعني كان بصمه عليه. اللي قعد معايا فتره طويله كان كابتن تامر دسوقي، قعد معايا فتره طويله. ويعني كلنا بالنسبه لحراس مرمى كلها بيبقى يعني بنكمل بعض. يعني باخد من المدرب ده احسن حاجه عنده، المدرب ده احسن حاجه عنده. كان معايا كابتن تامر دسوقي ومعايا دلوقتي كابتن ايهاب خميس. كل المدربين اتمرنت معاهم فعلا، اتمرنت فتره مع كابتن ابراهيم عبد العزيز وكمان المدربين الكبار كابتن ابراهيم عنده خبرات كبيره. فمن كل يعني
خدت من كل واحد اكتر حاجه استفيد بيها. وده اللي بحبه، ان انا دايما كان والدي مثلا كنت ابقى متعلق بمدرب يقول لي مفيش في الكوره ان انا اتعلق بمدرب، ممكن احبه ويسيب لي بصمه في حياتي، انما لازم ابقى عارف ان انا هيجي لي فتره وهضطر ان انا ابقى مع حد تاني، لازم اتعلم من كل الناس اللي وده شيء جميل. احمد اشرف بتلعب تحت المهاجم، يمين ولا شمال ولا زي قفشه كده؟ لا زي قفشه، انا بلعب اللي هو المركز 8 و10. 8 و10 يعني في اي حته تحت اللي هي في نص الملعب الهجومي. طيب قول لي بقى، يعني لما بتتفرج على الفريق الاول نادي الاهلي، ايه ابرز الحاجات اللي انت لما بتقعد تتفرج على قفشه وانت بتقول ان انا بلعب في المكان بتاع قفشه، يعني اللي انت ممكن تتعلمها من قفشه او تحاول تقلده فيها؟ لا هو قفشه طبعا لعيب كبير، يعني يعتبر دلوقتي احسن صانع العاب في مصر. بتعلم منه طبعا تحركاته، سرعه تفكيره في الكوره قبل ما يجيله، بيبقى عارف هيعمل فيها ايه. كمان الفتره الاخيره ابتدى يتطور من نفسه كمان، في بالذات في موضوع التهديف، موضوع الاسيستات، ارقامه زادت يعني الفتره الاخيره دي. بتقعد تتفرج على ماتشات الفريق الاول وتتعلم من المكان اللي انت بتلعب فيه؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا، يعني احنا بالنسبه لنا احنا كلاعيبه الكوره احنا ما بنتفرج على ماتشات، مش زينا زي الجمهور او زي المشاهد. انت بتتفرج، بتبص اللعيب اللي في المركز بتاعك بيعمل ايه، وطبعا بتحاول تتعلم منه يعني. كويس. ده زي ما احنا شايفين ده ملخص لمباراه الفريق الاول، المباراه الوديه اللي انتوا شاركتوا فيها، كانت مباراه مهمه وتجربه مهمه، يعني استفدتوا منها بشكل كبير. اكيد طبعا، هو طبعا في البدايه كونك ان انت تبقى متواجد مع الفريق الاول بالنادي الاهلي، ده طبعا حلم كبير بالنسبه لنا. والتجربه دي يعني اول مره تحصل الكام سنه الاخيره دي. استفدنا طبعا كتير، بتتعامل مع لعيبه تعتبر احسن لعيبه في افريقيا، فخبرات طبعا بنكتسبها وبنتعلم يعني كل يوم حاجه جديده. احمد طارق، اول ما طلعتوا الفريق الاول، مين اول واحد من اللعيبه واقف معاك واتكلم معاك وكان بيديكوا ثقه ان احنا يعني كل الظروف دي احنا مرينا بيها واحنا صغيرين؟ لكن انت دي مش اول مره تطلع فريق اول، يعني سبق قبل كده انت طلعت قبل كده مرات كتير. كان اول مره طلعت فيها كان يوم 22/1/2017. ما شاء الله حافظ التاريخ. كان حتى لسه ساعتها التمرين كان كابتن حسام البدري هو اللي يعني تولي قياده الفريق، وكان التمرين كان لسه في الدفاع الجوي، كان يعني كان في حاجه في التتش، كانوا في تصليحات وكان التمرين في الدفاع الجوي. فكان الرهبه اقل شويه، لان احنا كان بالنسبه لنا رهبه ان احنا نخش تيتش. انا ومصطفى شوبير طالعين في نفس التوقيت، نخش مختار التتش دي كانت بالنسبه لنا حاجه ثانيه يعني. بس احنا انا حظي حلو ان انا حضرت كابتن حسام غالي وحضرت كابتن حسام متعب في الاواخر خالص. بتفرج ازاي كابتن حسام، يعني هو ليدر جوه الملعب، ويعني هو بره الملعب ليدر، ده اللي بيخليه ليدر اكتر جوه الملعب. يعني هو بيعمل حاجات جوه اوضه اللبس، انا اول ما دخلت يعني ما تقلقوش احنا كلنا هنا واحد، احنا اتمرن اهم حاجه كويس، ركز في التمرين، ما تبقاش متوتر. بالنسبه لي يعني الناس اللي كنت بشوفها في التلفزيون خلاص بقى معايا في التمرين، كنت عندي 17 سنه فما كنتش قادر ان انا ادرك الامر، وكان ساعتها والدي هو مدرب الحراس المرمى، فالموضوع كان في صعوبه اكبر. كان الموضوع طبعا صعوبه اكبر، يعني مش عارف هل انا مضطر اثبت نفسي عشان انا ناشئ صاعد، ولا مضطر اثبت نفسي اكتر عشان انا والدي بيمرن. فكان وانت بتتكلم في الحته دي بتحس ان اسم طارق سليمان يعني ممكن يكون بيسبب مشاكل شويه لاحمد، ولا انت بتعتز ان طبعا هو والدك وكابتن طارق سليمان ده يعني مدرب كبير، ولا شايف الامر ازاي؟ بحس الموضوع تحدي اكتر. تحدي يعني بقول ان انا جوه نفسي لو انا كنت مثلا يعني يعني والدي مش مدرب حراس مرمى، مش ما كانش لاعب، ما كان مرنش حراس مرمى النادي الاهلي، بحس ان انا ما كنتش هلاقي تحدي كبير زي ده. انا بالنسبه لي ده تحدي، ان انا اقدر اثبت لكل الناس ان انا موجود هنا عشان خاطر انا احمد طارق من غير سليمان، يعني انا موجود عشان انا استحق ده فعلا، واخليه هو في يوم من الايام يعتز بيا ان هو فعلا قدر ان هو يربيني صح او ياسسني صح، وخلينا اتواجد في نادي يقدر يربيني، لان هو مش موجود معايا كل يوم. انا معظم الوقت بقضيه في النادي، فهو حطني في مكان صح يقدر يربيني ان انا فعلا اخليه يعتز بيا في يوم من الايام. وهي متوقفه دايما يعني فنيات وشخصيه النادي الاهلي اللي انت بتقول عليها. الهدف ده اخباره ايه؟ صعب جدا ينصر مفاجاه، احنا بس بتزعلك شويه مننا معلش، بس هدف من الاهداف الحلوه، عنصر مفاجاه، كره رايحه. الكابتن طارق لما شاف الهدف ده قال لك ايه؟ قول لنا. قال لي انا ما توقعتش
بصراحه من بدر بنون ان هو يعمل يعني خلي بالك انت بتحاول عليه ورايح معاه لكن عنصر المفاجاه فيها مهم جدا. يعني انا ما توقعتش من بدر بنون ان هو يعمل دبل كيك ابدا جوه ال 18 لان هو برده مركزه قدام، يعني احنا حراس المرمى ويقول لك دايما لعيبه الكره قدام يعني. فانا متوقع يعني مش هتحصل حاجه زي دي. كويس هنجيب لك صدات دلوقتي حلوه برده مش هيبقى كلها اهداف. احمد قول لي بقى اول يعني التمرين اللي انت كانت اول تدريبه ليك مع الفريق الاول دي ولا كان سبق انك انت طلعت مع الفريق الاول قبل كده؟ لا انا كنت طلعت الاول مع كابتن حسام البدري برده من فتره برده. كنت طلعت لعبت مباراه وديه وطلعت برده من حوالي 3 شهور مع مستر موسيماني برده، قعدت حوالي 10 ايام بس. رجعت بقى كانت فتره المنتخب عندنا معسكر. انت كنت في الفتره بتاعت كابتن الربيع سير. جيل ما شاء الله جيل خساره الجيل ده انه ما كانش يكمل ويلعب كاس امم ويروح كاس عالم. هي نصيب الحمد لله وان شاء الله لسه عندنا منتخب اولمبي نقدر ان شاء الله نعمل حاجه كويسه يعني في. طب قول لي مين من اللعيبه لما بتطلع واحنا كنا زيكم كده اول ما بنطلع اللعيبه الكبار عناصر خبره دايما بياخد اللعيب الصغير يديله ثقه ويتكلم معاه، مين من اللعيبه اللي احتضنكم اول ما طلعتوا؟ هو بص يا كابتن هو بصراحه اللعيبه كلها يعني انا ما اقدرش اقول لحضرتك لعيب بعينه بس لا بصراحه اللعيبه كلها سواء لعيبه جهاز الناس كلها بصراحه يعني وهي دي النقطه اللي ما تلاقيهاش غير في النادي الاهلي. اللعيبه الكبيره بتعرف ازاي تحتضن وتحتوي اللعيبه الصغيره. انت من اول ما بتدخل الاوضه خلاص انت بيوصلك درجه ان انت زيك زيه انت بقالك سنين في المكان ده. فلا بصراحه اللعيبه كلها يعني ما ودي زي ما قلت حضرتك دي النقطه اللي مش موجوده غير في حته غير في النادي الاهلي. طب وابرز تعليمات موسيماني كانت ليك ايه في الملعب او حتى في المحاضره اللي كانت قبل المباراه الوديه دي؟ وليه طبعا التعليمات الفنيه بالنسبه لي هو يحب اللمسه واللعبه واللمسه واحده بالنسبه للاعب نص الملعب. كان دايما يقول لي قبل ما الكره تجيلي لازم ابقى عارف انا هعمل ايه. يقول لي لازم اللي هي تبقى عامل سكان للملعب كله تبقى شايف الملعب كله. كان بيجيب لنا لقطات يفرجنا اللعيبه الكبيره سواء بقى في برشلونه في بايرن ميونخ اللعيبه كلها. يقول لك بص اللعيب في مركزك بيعمل ايه. ده مستر موسيماني. كويس قوي. فلا طبعا نصايح يعني ما مش هلاقيها في حته ثانيه يعني. مهم جدا وخلي بالك هو يعني حظكم الحلو لما بيكون المدير الفني بتاع الفريق الاول بيحب الناشئين يعني بيحب يعتمد على الناشئين. هو كمان كان موجود في صن داونز كان في مباراه مهمه وصعبه ما عندوش مشكله بيلعب بناشئين وفي ظروف صعبه وعنده ثقه كبيره فيهم فده شيء مهم. انا عرفت ان احمد يعني اكاديميه بحريه كليه هندسه انت ايه كمان؟ انا في تجاره انجلش في جامعه حلوان. منظم امورك ودراستك كله زي الفل. الحمد لله لازم دي تمشي مع دي يعني طبعا لاعب كره متعلم طبعا تفرق كتير في حياتك يعني بيفرق في شخصيتك وفي الملعب كمان. استسمحكم نروح لفاصل بعد الفاصل استكمل حواري مع ضيوفي احمد طارق سليمان واحمد اشرف. اهلا بحضراتكم من جديد يعني برحب بضيوف المره الثانيه احمد طارق سليمان واحمد اشرف اثنين من اللعيبه ما شاء الله داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي سلوكيا على اعلى مستوى وكمان فنيا انتظروهم قريبا في الفريق الاول. احمد طارق عايز اكلمك عن عوده المسابقات. كانت المسابقات توقفت خلال الفتره اللي فاتت لكن التدريبات ما توقفتش داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي تحسبا لعوده المسابقات مره اخرى. خلاص انتوا يعني بعد ايام قليله هنبدا ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي اول مباراه لينا في الدوري بعد العوده مع المقاولين ان شاء الله في المقاولين. الحمد لله احنا ماشيين اول الدوري كويس مع كابتن عمرو انور وفعلا ما حصلش توقف خالص للتمرين من ساعه القرار بتاع التاجيل واحنا من اول يوم لحد النهارده ما خدناش راحه خالص يعني الحمد لله بنتمرن جاهزين عشان احنا عايزين نحافظ على اللي احنا وصلنا له يعني. انتوا ماشيين كنتوا قبل التوقف اول مسابقه فرق كان فرق 4 بوينت بيننا وبين المنافس اللي بعدينا والحمد لله يعني لو المجهود ان احنا نقعد ونريح هنضيع المجهود اللي احنا عملناه لان احنا خدنا شوط طويل فلازم نكمل اللي احنا بداناه. جيب لك دلوقتي الصدات بتاعتك بعد زي ما قلت لك الجون اللي جابه بدري بنون فبجيب لك بقى اللقطات الحلوه دلوقتي دي من المباريات اللي انت كنت يعني مميز فيها. كابتن عمرو انور عامل معاكم شغل ما شاء الله هايل. ما شاء الله السنه اللي فاتت حسمتوا البطوله والسنه اللي قبلها والسنه دي برضو تعتبروا انتوا الاقرب اللي حسم البطوله. اقرب ناس احنا الحمد لله ماشيين كويس ومن السنه اللي فاتت يعني كابتن عمرو اسعد كابتن عمرو ان هو قريب مننا يعني احنا مش يعني في حاجات بتبقى مش عارف تقولها للمدير الفني ازاي كابتن عمرو
يعني زي اخ كبير ووالدي في نفس الوقت. بيعرف يحتوي اللعيبه كلها ويعرف ان هو كويس. كلنا عايز اشوف معاك الصدات دي واللقطات دي يعني تتكلم معانا فيها. المباراه دي كانت في الدوري مع اسوان. الملعب هناك اسوان في اسوان بنلعب وسط الناس هناك طبعا وسط البيوت يعني الناس هناك متعصبه طبعا عايزين فرقه اسوان تكسب. نلعب على ارضهم وواخدين مشوار طويل سفر فالماتش كان صعب جدا. الماتش ده خلص 2-0 كانت 1-0 لحد الدقيقه 88 وقدرنا ان احنا نحسم الماتش في الاخر يعني هدفين في الثواني الاخيره. انما مميز انت في الكرات الطوليه او الكرات العرضيه مهم جدا حارس المرمى يمتاز بالطول عشان يقدر يتعامل مع الكره. بتريح الناس اللي حواليا كلهم يعني بيبقى خطوره ان انا لو الكوره في المنطقه دي اتحط من المسافه دي بتبقى صعبه عليا ان انا العب على الكوره الثانيه. فبحاول على قد ما اقدر ان انا من الاول خلاص انهي الفرصه بتاعت المنافس في الكوره عليا انا بالنسبه لي عشان كمان الجامب بتاعي وبعدين ايديا فباخد مساحه اكبر شويه من اللعيبه جوه ال 18 يعني. كمان لو اي حد لمسني ياخد فاول يعني. طبعا. احمد عايزين بقى نتكلم عن برضو شكل المسابقه والمنافسه في فريق 2001 ماشيين ازاي في الدوري قبل التوقف؟ احنا الحمد لله ماشيين اول. الدوري خلاص اول ماتش لينا بعد العوده يوم السبت اللي جاي. فاضل لنا تلعبوا الجدول نزل خلاص. فاضل هنلعب طلائع الجيش في الجيش عندهم ان شاء الله. فاضل لنا ان شاء الله ثلاث ماتشات المتبقين في الموسم كله يعني. الموسم كله؟ طب كويس يعني انتوا هتخلصوا الدوري قبل رمضان. احنا بالظبط نفس الكلام فريق الشباب. هو اخر ماتش يوم 12. فهي كلها 10 ايام يعني ان شاء الله ثلاث ماتشات ببطوله يعني ان شاء الله. مين الفريق الثاني اللي ماشي بعديكم؟ احنا ماشي تحتنا سيراميكا كليوباترا. سيراميكا مركز ثاني. الفارق كبير ولا قريب؟ ثلاث نقط. ثلاث يعني مباراه يعني العمليه قريبه لازم بالظبط. تركيز كبير. الموسم ده بسبب ظروف الكورونا في موسم استثنائي السنه دي اتقسمت مجاميع الاول بتصعد اول ثلاثه فاحنا دلوقتي 8 فرق يعني فطبعا لو تعادلت ماتش الدنيا بتبقى صعبه يعني. فمطالب ان انت ماتشات كؤوس كلها دلوقتي طبعًا. ان انت لازم تكسب. واحنا بنوعدكم هنا ان شاء الله لو اخذتوا البطوله كل فرقه هنجيبها هنا ونعمل لها احتفاليه كبيره ان شاء الله في قناه الاهلي يعني مناسبه انكم اخذتوا الدوري. مين المدير الفني عندكم؟ انا عندي كابتن سيد غريب الفتره الاخيره دي يعني مدرب هايل كابتن سيد طبعًا غريب طبعا هو كان الاول بدا الموسم معانا كابتن ياسر رضوان بس مشي وكابتن معتز دينو مسك فتره وبعدين كابتن سيد غريب هو ماشي معانا بقاله حوالي 5 ماتشات كده الحمد لله ماشيين كويس جدا بنزيد كل يوم. كابتن سيد غريب طبعا التكتيك اللي بيديه لنا المحاضرات الفنيه قريب من اللعيبه كلها فالحمد لله ماشيين كويس وربنا يكرمنا ان شاء الله ونكملها نحسم البطوله يعني قريب ان شاء الله ان شاء الله. طارق عايز بقى اكلمك عن مستوى الشناوي. مستوى الشناوي ما شاء الله يعني من احسن الحراس دلوقتي الموجوده في افريقيا كمان موجوده في مصر. شايف مستوى الشناوي وانت طموحاتك يعني كاحمد طارق سليمان انك توصل في يوم من الايام تبقى زي مستوى الشناوي كده والحارس الاول في مصر وفي افريقيا؟ هو يعني مثلي الاعلى يعني في كل حاجه يعني كابتن محمد الشناوي خلاص انا داخل على المرحله اللي هو عدى بيها ان انا في سن الشباب واخر سنه مرحله ليا هطلع اعاره. محمد الشناوي قعد 8 سنين اعاره بره النادي الاهلي وده بيديني انا ان مفيش حاجه اسمها مستحيل يعني فضل يلعب وراح من نادي لنادي لحد ما رجع واول سنه رجع فيها او ثاني سنه بقى لعب كاس العالم واول ماتش ليه خد مان اوف ذا ماتش في كاس العالم فالحاجات دي كلها بتديني مؤشرات ان انا مفيش حاجه اسمها مستحيل مفيش حاجه اسمها ان انا عشان خرجت من النادي ان انا مش هعرف ارجع ثاني وابقى ارجع في مكاني. كابتن محمد الشناوي يعني غير المستوى اللي هو واصل له دلوقتي هو معانا احنا كمان جوه الملعب دي النقطه اللي عايز اتكلم عليها نقطه مهمه وهو بيكلمك انت كاحمد طارق سليمان وكمصطفى شوبير كمان وكحمزه علاء اللعيبه الحراس الصاعدين الواعدين اللي بيطلعوا كمان التعامل بيتم ازاي مع محمد الشناوي؟ عمره ما حسست ان احنا في بينا وبينه فرق سن كبير يعني دايما لان دايما طبعا لما بتتمرن مع نجم كبير زي الشناوي بتبقى فيه شويه توتر شويه مش عارف تتعامل ازاي هو دايما بيلغي بيسهلها بيسهلها علينا فعلا في التمرين في لان احنا كحراس مرمى بنشوط على بعض بنسلم بعض هو دايما شايل الحاجز اللي بيننا ده انا على الصوره الشخصيه بحبه جدا يعني احمد يعني ايضا برضو عايز اكلمك عن اللعيبه المميزه في الريال اللي انت يعني في مركزك احنا كلمنا عن قفشه
مين تاني من اللعيبه اللي بتعجبك اللي انت برضو يعني بتتابعها بشكل كبير وبتتعلم منهم؟ انا بحب طبعا كابتن عمرو السوليه وناصر ماهر. يعني ناصر ماهر خريج قطاع الناشئين. ناصر انا حضرته ايام الناشئين ولا لعيب كبير طبعا وبتعلم منه كتير يعني سواء هو سواء كابتن عمرو السوليه سواء كابتن قفشه لعيبه كبيره طبعا وبنتعلم منهم يعني كل يوم. شايف ازاي تجربه الاعارات؟ يعني احنا قلنا دلوقتي الشناوي في فتره من الفترات خرج بره النادي الاهلي ورجع مره ثانيه، ناصر ماهر برضو خرج شايف فكره الاعارات ازاي؟ خاصه حتى لو انت الفتره دي ممكن ما بتشاركش في الفريق الاول او فرصك تكون كبيره، لكن شايف ازاي ممكن اطلع اعاره وارجع ثاني؟ شايفها ازاي؟ تجربه ناجحه طبعا فكره الاعاره دي، ان فرصه اللعب في النادي الاهلي بتبقى صعبه في الاول بالنسبه للشباب او الناشئ اللي لسه طالع. فانت لما بتطلع اعاره بتطلع بتلعب بتاخد خبرات بتكتسب ثقه بتكتسب خبره، الناس بتتفرج عليك، تقدر ترجع في اقرب وقت يعني في النادي، بتكون خلاص بقى يعني خدت الخبرات اللي انت بتبقى ناقصاك وانت طالع من الشباب يعني، فبتبقى طبعا تجربه ناجحه يعني. طب وده شيء مهم جدا كمان بيديك يعني تقل في النواحي الفنيه لما بتلعب في منافسه اكبر. احمد طارق عايز اروح لفاصل، بس قبل الفاصل اسالك واخد منك الجواب بعد الفاصل، شايف مستوى الشناوي ازاي اتطور في بدايه الهجمه من تحت وهو بيشتغل برجليه كانه لاعب وكمان في ضربات الجزاء؟ هعرف الاجابه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. خبر عاجل دلوقتي جالنا حالا، الاهلي يقرر ايقاف هنا جوده ومريم الهضيبي واحالتهما الى التحقيق غدا، وذلك لقيامهما بالحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل غير اللائق الذي يتنافى مع سياسه النادي وثوابته. مره ثانيه، الاهلي يقرر ايقاف هنا جوده ومريم الهضيبي واحالتهما الى التحقيق غدا، وذلك لقيامهما بالحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل غير اللائق الذي يتنافى مع سياسة النادي وثوابته. أحمد طارق سليمان، كنا بنتكلم عن محمد الشناوي. محمد الشناوي ما شاء الله اتطور في حتتين مهمين جدا، شايف ازاي دلوقتي محمد الشناوي بدأ يبدأ الهجمة من تحت كأنه لاعب بيحضر الهجمة، بقى في ثقة كبيرة في المدافعين لما يرجعوا له الكرة، والتطور الثاني كمان في ركلات الجزاء، شفنا في كاس مصر النادي الاهلي بيحقق بطوله كاس مصر بفضل الله ثم محمد الشناوي، ايضا كمان في كاس العالم للانديه وتحقيق الميداليه البرونزيه. هو بيبقى دايما لان الكابتن ميشيل اناكون المدرب الحراس والنمو الحالي دايما بشكل اساسي في التمرين، يعني حتى احنا كحراس مرمى واحنا بنشتغل بنلعب لبعض برجلينا. يعني بيبقى الموضوع صعب شويه لان الموضوع عايز دقه، فانا كل يوم لما باجي اشتغل نفس ان انا اشتغل بشغل اكتر مركز على ان انا ابدا الهجمه من تحت برجلي، حتى احنا في التمرين بنعمل نفس الشكل بتاع الماتش ان يبقى في حارس مرمى في الجول واثنين حراس مرمى تاني يفتحوا اكنهم سردباكات، بنعمل نفس الشكل بتاع الماتش ونحاول نعمل شكل زي الماتش بالظبط ان انا اقدر جوه التمرين اشتغل نفس اللي بيجي لي يعني اللي بيتم في المباراه بالزبط. ميشيل يانكو اللي بيعمله في التدريبات هو بالظبط. فانا كل يوم في الجرعه التدريبيه ده اساسي، حتى بشتغل برجلي بنشغل بعض برجلينا، ده بيبقى عايز دقه اكتر لان السنس بتاع الشوطه لما اجي اشوط الكوره بيبقى عامل ازاي، المستوى بتاع ارتفاعها، كل ده بيحسن ان انا لما اجي العب برجلي ابقى افضل. طيب في ركلات الجزاء بقى، شفنا محمد الشناوي دلوقتي لما بتيجي ركلات جزاء على النادي الاهلي يعني بنقعد بنسبه كبيره الحمد لله مطمنين طبعا، مكان ده عندك حارس يقدر يتعامل معاه، كسبنا في مباراه افريقيا في الوداد، كسبنا في كاس عالم الانديه، كلها مؤثره، كلها ضربات جزاء مؤثره في اوقات مؤثره جدا يعني. برضه اشتغل على ميشيل يانكو في التدريب ولا بتبقى اكتر موهبه عند الشناوي؟ هي بتبقى اكتر توفيق، ده رقم توفيق واحد. توفيق طبعا. وتاني حاجه ان انا ما بقاش مستعجل وانا في ضربه الجزاء، يعني دايما اللاعب اللي قدامي طول ما بيبقى شايفني ثابت جوه الجول ما بتحركش ولا سنتي بيحصل له زي توتر ان هو في لعيبه كتير دلوقتي عايز يحط الكوره في نص الجول. فطول ما انا ثابت بحاول اوصل له ان انا في اي وقت يعني بثبت لحد اخر لحظه وابدا ان انا اتعامل. احمد اشرف، بروكيتش مدير الفني الاجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي عامل بصمه كبيره، يعني ابرز التعليمات اللي بيقولها لكم دايما في التدريبات وهو متواجد معاكم في المباريات كمان. هو طبعا ان هو يبقى موجود خبير اجنبي لاول مره في النادي الاهلي من سنوات طويله. دي طبعا نقله ثانيه يعني بالنسبه لنا احنا كلعيبه. هو بينقل لنا الفكر اللي موجود في اوروبا دلوقتي،
سواء بقى من تمارين، من تكتيك، من بره الملعب حتى، ازاي تتعامل، تصرفاتك ازاي، يومك يبقى ازاي. فنقله طبعا كبيره بالنسبه لنا يعني. وهو كمان مدرب كويس جدا، فبنستفيد منه كل يوم يعني. طيب عايز اعرف الفرق بقى ما بين تمرين الفريق الاول والتمرين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. وطبعا تمرين الفريق الاول حاجه ثانيه يعني. تكفي ان انت بتتمرن مع احسن لعيبه في مصر واحسن لعيبه في افريقيا. بتتعلم خبرات، بتتعلم ثقه، تقل. وفي الناشئين برضو، الناشئين طبعا معانا مدربين كويسين جدا. بس انا بالنسبه لي طبعا الدرجه الاولى يعني حلم بالنسبه لي يعني. اخيرا مين مثلك الاعلى؟ محمد صلاح. محمد صلاح، نفسك تكون زي محمد صلاح في يوم من الايام؟ اكيد طبعا، ومش بعيده يعني، مش صعبه ان شاء الله تكون زي محمد صلاح واحسن كمان. محمد صلاح شرف دايما بيك. طارق سليمان، قول لي بقى مين مثلك الاعلى؟ جوه مصر ولا بره مصر؟ جوه مصر وبره مصر. جوه مصر بالنسبه لي رقم واحد محمد الشناوي. بره مصر؟ مانويل نوير. نوير حارس مرمى بايرن ميونخ. بالنسبه لي هما الاثنين اعظم حراس مرمى يعني، داخل مصر وخارج مصر. ان شاء الله يعني نشوفكم حاجه كبيره في المستقبل. وانا استمتعت بالحوار معاكم انتوا الاثنين، وقريب كمان نشوفكم كمان من العناصر الاساسيه في الفريق الاول. بشكرك ابو حميد. حبيبي يا كابتن. بشكرك يا ابو حميد. حبيبك احمدين خلاص. اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. ويعني بشكر ضيوفي احمد طارق سليمان واحمد اشرف، اثنين فعلا يعني شخصيه النادي الاهلي، اثنين على اعلى مستوى من السلوك، على اعلى مستوى من الفنيات. لو خدوا فرصه اكيد في الفريق الاول ان شاء الله هيكونوا موجودين في الفريق الاول، وقريبا كمان في السنوات القادمه هنشوفهم ان شاء الله حاجه مبشره في الفريق الاول. ايضا كمان قبل نهايه حلقتنا، يعني مجلس الوزراء استعدادا بقى لشهر رمضان الكريم، تمت الموافقه خلال الاجتماع اللي انتهى منذ يعني قليل على استئناف المسابقات الرياضيه المختلفه للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليميه المختلفه، وعدم السماح باقامه الدورات الرمضانيه في الاماكن المفتوحه او المغلقه. ده خبر يخص قطاعات الناشئين خلال الفتره القادمه، واللي احنا كنا بننادي من هنا من اول يوم منذ توقف المسابقات على استكمال بطوله المسابقات. النهارده مجلس الوزراء اكد على كلامنا وقال ان مسابقات الناشئين هتستكمل خلال الفتره القادمه عشان الحافز الرياضي، وكمان اكدوا على عدم اقامه الدورات الرمضانيه في الاماكن المفتوحه او المغلقه علشان التجمعات، وحفاظا على الشباب وحفاظا على الناس عشان فيروس كورونا. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا. ربنا يحفظ مصر والمصريين. نشوفكم الاسبوع اللي جاي حلقه جديده من الاشبال. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.